وين صورت الكورونا؟ في المركز. في المركز بيعمل فوق مش في المركز عليها في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر. يقدم المركز العديد من الدورات التدريبية المتميزة، ومن أبرزها الإدارة والتنمية البشرية، وتشمل العديد من التخصصات: تكنولوجيا المعلومات بجميع فروعها، والإعلام والاتصال، والمهن والحرف، واللغات. مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مركز مجتمعي، يقدم أنشطته المختلفة من دورات تدريبية ومشاريع تنموية ومجتمعية للأفراد والمؤسسات، سواء لطلبة أو موظفي الكلية وباقي الجامعات والكليات، وأيضا لمن يرغب بتطوير مهاراته من قبل الجمهور والمؤسسات الأخرى. لدينا مجموعة من الأنشطة التي ننفذها، من ضمنها الدورات التدريبية في مجالات مختلفة مثل مجال الإدارة والتنمية البشرية، مجال تكنولوجيا المعلومات، اللغات، المهن والحرف، أيضا مجال الإعلام والاتصال. عندنا محتوى إنستغرام، عملت المستخدمة أعرف مين المنافسين عندي على السوشيال ميديا، ببدأ أعمل حسابات على فئة المستهدف ومش موجودة على الفيسبوك، مش لازم. نحاول أن نوسع في تركيزنا للفئات والشرائح المختلفة من مجتمعنا الفلسطيني، من ضمن الفئات التي نتعامل معها فئة الطلبة بالدرجة الأولى، أيضا الموظفين العاملين في المؤسسات المختلفة، أيضا من الجمهور العام من يرغب بتطوير مهارة معينة أو قدرات معينة في جوانب مختلفة، أيضا نركز على الفئات المجتمعية المختلفة ومدى الحاجة الموجودة لدى مجتمعنا الفلسطيني. عيادة اضطرابات التخاطب هي عيادة من وحدات الكلية الجامعية لقسم علوم التأهيل في الكلية الجامعية. عيادة اضطرابات التخاطب تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية لجميع الفئات، الأطفال والبالغين من أعمار 3 سنوات وما فوق. تقدم خدمات للأطفال الذين يعانون من مشاكل في النطق واللغة بمشاكلها المختلفة. طبعا عيادة التخاطب ليس فقط هي للتخاطب، ولكن تقدم خدمات فحوصات سمعية بجميع أنواعها داخل العيادة لجميع الحالات المترددة في عيادة التخاطب. لدينا بشكل أساسي مجالان نطمح للارتقاء بهما. المجال الأول مجال التدريب الإلكتروني، بمعنى أن يكون لدينا تدريب عن بعد بين فلسطين والبلدان الأخرى، نطور مهارات الآخرين في العالم الخارجي من خلال منصات مختلفة.
أيضا المجال الآخر الذي نسعى أيضا أن نطور فيه هو زيادة مدى التشبيك والتعاون المختلف مع مؤسسات المجتمع المحلي أو الدولي أو الإقليمي من خلال اعتمادات لشهادات دولية جديدة، أيضا من خلال الشراكة مع مجموعة من المؤسسات في مشاريع مجتمعية جديدة تخدم المجتمع الفلسطيني وتحاول أن تساهم في حل المشاكل المجتمعية التي نعاني منها خلال الفترات الأخيرة. إن كنت تفكر كثيرا بتطوير وثق لمهاراتك من خلال التدريب والتعليم المستمر وتبحث عن مكان تذهب إليه ويجمع كل ما تطمح إليه من معرفة وعلوم تريد اكتسابها، لا تبتعد كثيرا، فالحل في مكان واحد، مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. فهذا المركز تعليمي خدماتي تنموي وينهض بالأفراد والمؤسسات ويقدم للجميع برامج تدريبية وخدمات استشارية وينفذ مشاريع تنموية بجودة عالية. مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر ليس مكانا للشهادات المعتمدة فقط بل لاكتساب الخبرة أيضا، وفي المركز مكان للجميع، أفراد، مؤسسات وذوي احتياجات خاصة، من أجل التعلم باستمرار لكل ما هو جديد. للمزيد من المعلومات زورونا عبر صفحتنا على الفيسبوك مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر، نسعى لمجتمع أفضل وبيئة تعليمية راقية.